الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. يا ترى ايه اول رد من منى زكي على الهجوم اللي اتعرضت ليه بسبب فيلم اصحاب ولا اعز؟ وايه اللي قاله حسن الرداد عن اعتزال زوجته ايمي سمير غانم للفن؟ كل ده هنعرفه في تغطيتنا الفنية وغيرها كتير من الاخبار الحصري، فتابعونا. كشف الفنان حسن الرداد عن حقيقة اعتزال زوجته ايمي سمير غانم للفن، وقال ان ايمي حاليا في فترة راحة وهترجع لجمهورها قريب، وانها ما اعتزلتش الفن زي ما تقال، وان الكلام ده كله مجرد اشاعات. وقال كمان ان في حساب مزيف كان سبب في الإشاعة دي، وده لانه نشر صورة لإيمي بالحجاب وهي بتعمل عمرة، وكتب على الصورة انها اعتزلت الفن. اما بقى الفنانة منى زكي فردت على الهجوم الشرس اللي اتعرضت ليه بسبب فيلم اصحاب ولا اعز عن طريق ستوري على صفحتها على موقع انستجرام، وقدمت من خلالها نصيحة لنفسها بعد الانتقادات اللي اتوجهت ليها بسبب دورها في الفيلم. وكتبت منى زكي: هناك 6 أشياء بيفعلها الاشخاص الاقوياء ذهنيا، وهي تخطي الامور وعدم اضاعة الوقت في الشعور بالاسف على الحال، وتقبل التغيير والترحيب بالتحديات، والحفاظ على السعادة، وعدم إضاعة الطاقة في أمور لا يمكن التحكم فيها، والتحلي بالطيبة والحياد، وعدم الخوف من التعبير عن الرأي وخوض المخاطرات المحسوبة. ده غير كمان الاحتفال بنجاح الآخرين وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح. وبعديها على طول نشرت منى زكي دعاء على الاستوري وقالت فيه: اللهم امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا. واستكملت دعائها وقالت: يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب احد، وابعدني عن من يتمنى بعدي ومن يؤذيني ولا يتمنى الخير لي ولو كان احب عبادك لقلبي. وكان فيلم أصحاب ولا أعز أثار موجة كبيرة من الجدل بعد عرضه على منصة نتفليكس، وتعرض صناع الفيلم لهجوم عنيف من المشاهدين بسبب احتواء الفيلم على أفكار وألفاظ إباحية، واللي وصفها المشاهدين بأنها ما بتتناسبش مع القيم الأخلاقية في المجتمع. وبالرغم من ده، دعم كتير من الفنانين أبطال الفيلم، وخاصة الفنانة منى زكي واللي كان ليها النصيب الأكبر من الهجوم. وعلق شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية على بيان النقابة عن فيلم أصحاب ولا أعز، وقال إن المهن التمثيلية ما بتدافعش عن أفكار معينة أو عمل بعينه، لكن بتدافع عن حرية الإبداع، وإن الهدف من نقابة المهن التمثيلية هي حماية الأعضاء المقيدين فيها. وقال شعبان إنه من حق أي شخص ممارسة عمله باللي يمليه عليه ضميره، ومن حق الكل إنه يقول رأيه إيجاباً وسلباً في أي عمل فني بكل أدب ولباقة وشكل بناء. وصرح كمان إنه تم تقديم بلاغ للنائب العام ضد شخص بيشتغل يوتيوبر، وده لأنه سب وقذف في أعراض كل الفنانين ومنهم الفنانة منى زكي وغيرها. وأما عن طريقة رد نقابة المهن التمثيلية على حزب النور بشأن تصريحاته عن الفن، فقال إن أدوات النقابة في الرد هي الورقة والقلم، والنيابة العامة هي اللي بتفصل ما بين المسيء واللي تعرض للإساءة. ونروح للفنانة مديحة حمدي، واللي كشفت عن نتيجة المسحة الطبية الجديدة اللي أجرتها والخاصة بفيروس كورونا. وقالت مديحة حمدي إنها للأسف لسه بتعاني من فيروس كورونا، والنتيجة طلعت إيجابية وهتكمل في العزل المنزلي، وإنها كمان لسه بتعاني من تعب جسماني نتيجة الإصابة بكورونا، وبتتمنى إنه تتحسن صحتها في الأيام القادمة. وطمنت مديحة حمدي جمهورها في أول ظهور ليها بعد إصابتها بفيروس كورونا، وخرجت في ستوري وقالت: أنا الحمد لله كويسة، وأهم شيء هو حالتك النفسية وإنك تكون متفائل دايما، وده عشان تكون مناعتك قوية. كمان طمن الدكتور الخاص بالفنانة مديحة حمدي جمهورها وقال إن الفنانة الكبيرة مديحة حمدي أصيبت بمتحور أوميكرون، وإنها في تحسن مستمر وهتفضل 10 أيام في العزل المنزلي. كمان الفنانة أسماء شريف منير صرحت عن طريق خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع انستجرام عن إصابة بنتها لارا بفيروس كورونا، وكتبت أسماء شريف منير في الستوري بتاعتها: لارا بنتي كمان إيجابي كورونا، ربنا يستر يا رب. وكانت أسماء شريف منير أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال نشر صورة وفيديو على حسابها الرسمي على إنستجرام، وطلبت الدعاء من جمهورها، وصرحت إنها بتعاني من آلام صعبة. طبعا بنتمنى الشفاء لكل الفنانين، وبكده بتكون انتهت تغطيتنا. ولمزيد من الأخبار الفنية تابعونا دايما على موقع صدى البلد. بنشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.